كنت ببحث عن القدرات غير العادية في البشر، بس في النهاية ما لقيتش إلا الحيل والخداع، وأحياناً الخيالات والأوهام، ودايماً لقيت الفقر والجهل والتخلف. وفجأة خطرت ببالي فكرة، مش جايز كل دول عندهم قدرات غير عادية. أنت جئت لتراقب. أوحش حاجة إنك تبقى مختلف عن الناس. والمراقب أنا بقى عكسك، لا يذوب في من حوله، طول عمري بدور على الناس المختلفة، ولا يتقرب لمن حوله، بل يتجنب ويتحاشى القرب. عاوز أعرف أنا متهمة بإيه؟ كل أجهزة الدولة هتتجند للبحث عن أي إنسان عنده قدرات غير عادية. عارف ان فريدة عندها قدرات غير عادية، بنت موهوبة، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى.